مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في مدينة المحمدية، فاجعة من نوع خاص. مشاهدينا الكرام، هذه العائلة تبحث عن أيوب 34 سنة. المشكل لعدد كبير من المغاربة تعرفوه هو موضوع الهجرة السرية. مشاهدينا الكرام، الواقعة وقعت حوالي أسبوع، الضحية فيها حوالي 57 فرد، تلقوا فيها 37 والبقية لا زالت العائلات تبحث عن الأبناء ديالها. النموذج في أيوب 34 سنة، غادي نشوفوا الموضوع مع الأخت ديالو اللي هي كتعيش فرنسا من الجالية المغربية، والله عز وجل اللي عان بها هي والأم. فينا هو أيوب؟ أختي إذا كان ممكن عاودي ليا هذا الموضوع من الأول. أيوب كيفاش شاف هذا الموضوع؟ كيفاش تلقى بهاد الناس؟ كيفاش وعدوه هاد السماسرة في هذا الموضوع هذا؟ جال هاد الفاجعة اللي فيها الآن. أيوب كان كيشوف ولاد دربنا، ولاد محمدية، كلشي كان كيخرج على برا. كان داير في بالو باغي يمشي، ولكن ما كانش كيقول راه غنمشي اليوم غدا. سميتو انا جيت في الصيف، كنت معاه، كان محيد كاع الفكره ديال غادي يمشي. كان مشي كيعيط عليا نهار السبت، كيقول لي راه ولاد الدرب راه تريري نقيه وكلشي، راه كلشي غادي حارق، غدا الفلوكه نهار اثنين من جديده. قلت ليه صافي، قلت ليه شحال؟ قال لي 3 مليون باش يمشي، و20 ألف 20 هي كلت سمسار. صافي عطاو داكشي الدار، مشى. مني مشى انا بقيت معاه على اتصال كنهضر. المهم عرفت داو الدراري كاملين، داوهم واحد الدار في الخلا في جديده، وكل مدينه جمعوهم في بيت، كل ولاد الدرب جمعوهم في بيت. صافي انا كنت كنهضر معاه، والبلاصه اللي كان فيها ما كانش فيها الريزو، ما كانش الهضره بزاف، شويه شويه. صافي كنهضر معاه عادي، قال لي رانا خلصتهم، قال لي انا غادي نخرج نهار 3 ان شاء الله. صافي 2 في العشيه انا كنت في الخدمه، كيصيفط ليا بقينا عندي الاوديو ديالو، كيقول لي نجوى راه جا عندنا السمسار، قال لنا غنمشيو اليوم. قال لنا راه الفلوكه غنمشيو حنا جوج فلوكات، راه الاولى داوهم وحنا غيجيو يديونا دابا. صافي كيهضر معايا كيقول لي المسامحه اختي انا غادي هادي. صافي هادي كيفاش تقطعت الهضره ديالنا. وكان من بعد كنعرفوا بان دوك جوج فلوكات مشاو بجوج فلوكه وحده، ما مشاو جوج، مشاو غير وحده. كنسمعوا الدراري صحابو قال لك هما قبل ما يمشيو، حيت انا قلت ليه واش ديتو معاكم الماكله وسميتو، قال ليهم الحراقه ما تديو والو، انا غنتكلف بكل شيء، يعني ما داو لا جيليت سوفتاج، ما داو لا ماكله، لا ما داو والو والو. صافي مشاو الدراري اللي نجاو، قال لك مشاو بلا ماكله بلا والو. ملي دخلوا كيطرا لهم واحد المشكل في الموتور ديال الزودياك، بدا كيدخل لهم ليسانس، وداك ليسانس هو نفس ليسانس اللي كيديروا الطيارات، ما كيتحملش هو الماء ديال البحر، دار لهم واحد لا رياكسيون وبدا كيحرق في الدراري. الدراري ما واكلين ما شاربين ما والو، ولاو الدراري كيقولوا لهم غير ردنا داك هذاك الرئيس اللي سايق، كيقول لهم الا ما سكتوش راه غندك فيها جنوي وكل شيء يتلاه هنا. قال لك ملي الدراري بداو بحال كيسخفوا كل شيء، ولا هو كيلوح في الدراري في البحر. ملي الدراري بحال بداو كيتحرقوا ما استحملوش وسميتو، ولاو باغينا راجين، بحال جاتهم بحال داك المال دو مير، بحال بداو كيتسطاو، ولاو الدراري غاديين ليه كيتلاحوا. انا الدري قال لينا قبيله، قال لينا مني خويا انا تلاح، بدا كيعوم مني بحال بدا كيمشي ليه السوف، كيقول لهم عطوني غير قنبه، هذاك الرئيس هو اللي حيد ليه القنبه. ولا حل جا الاخرى وخلى خويا. خويا ما خلينا فين، قلبنا عليه، مشيت لاموغ ديال الرحمه، مشيت لاماغين في كازا، مشينا لميريزكو، مشينا لاموغ ديال كازا، ما كاينش اللي كيعطينا شي خبار. انا دابا كنطلبوا حاجه غير لك، اي واحد اللي يقدر يعاوننا، يا فرمليه، يا طبيب، يا لاماغين، يا عسكري، يا بوليس، اي واحد غير نعرفوه فين كاين، غير نعرفوه حي ولا ميت ولا كما كان. حنا باغين غير ندفنوه. عندي ماما غادا تسطى البارح، عدينا الكلينيك فيها القلب فيها السكر فيها الطونسيون، وعاد جاتنا هاد الخبر. حتى واحد ما استحمل 5 ايام ما كتاكل ما كتشرب لا دواها لا والو.
انا جاتني الخبر مع 6 ديال الصباح، خديت اول طياره وجيت. بغينا دابا نعرفوا خونا فين كاين، واخا يكون مليوح في اي مدينه نمشيو نجيبوه، بغينا ندفنوه ونرتاحوا، نعرفوا غير راه ميت. ماشي فما كنمشيو كنسولو، حتى واحد ما كيعطينا شي اخبار، حتى واحد فما كتكون شي حاجه كيقول لك اه تكون شي حاجه راه نعيطوا عليكم، تكون شي حاجه راه نعيطوا عليكم، حتى واحد ما كيعيط علينا. مشاهدينا الكرام، نتنور الرأي العام أكثر في الموضوع. سؤال جوهري في الموضوع يتعلق بمجموعة من المعطيات كتعطيني الأخت. منين جابت هي هاد المعطيات؟ ظهور بعض اللي نجاو اللي كيعطيوها المعطيات. وفي خضم الموضوع غادي نشوف مع سؤال آخر في الموضوع. أختي، في إحدى المنابر الإعلامية خرج واحد التصريح ديالك أن كان عندك واحد النقاش مع احد السماسره اللي تخصو في هادشي، كان كيكذب عليك. عاودي لي شنو النقاش اللي دار بينك وبينه؟ انا خويا قبل ما يمشي عطاني واحد النوامر ديال 3 الدراري ونمره ديال السمسار. ديك الدراري مني كنت كنهضر معاهم في واتساب، المهم مني خرجوا هما كلهم بربعه ديغنيغ كونيكسيون عندهم نهار اثنين داخلين الواتساب. صافي انا كنعيط على داك السمسار، كنعيط عليه ما كيعطينيش اخبار. هي هذيك واحد النهار وانا نطلب، قلت ليه عافاك اخويا عطيني غير النمره ديال الواتساب، التليفون راه غالي، عطيني غير النمره ديال الواتساب نعيط عليك، غير نعرف لا عرفتي شي حاجه انت غتعرفها قبل مني قول لي. صافي بزز باش عطاني ديك النمره، مبغاش يعطيها لي. في الاول كيقول لي ما عنديش واتساب، كنقول له حنا في 2022 ما كاينش واحد ما عندوش واتساب. قال لي انا غنعطيك النمره، باك امك ما تعطيهمش هاد النمره، ولاد محمديه حتى واحد ما تعطيه نمرتي. قلت ليه صافي صافي. كيصيفط لي شي حوايج في شي جروب، ومصيفط لي واحد الفيديو كيقول لي هادي هي الفلوكه اللي كان فيها اخوك. الدراري وصلوا كنشوفوهم مع البوليس ديال سباليون، كيقول لي اخوك صافي راه غيكونوا داو لشي خيريه. كنقول لي قولي انا اي خيريه في سباليون، انا نمشي نقلب على خويا حتى لسباليون. صافي كيقول لي لا راه 100% هذه هي الخيريه، كنشوف الفيديو خويا ما كيبانش. صافي حتى الفيديو لماما كتقول لي ما كاينش، كيقول لي لا راه وجههم ندير مضبب سميتو. كنقول لي واخا يكون وجههم مقطوع خويا، انا كنعرف الفورمه ديالو، عارف الطوله ديالو، واخا يكون راه غادا نعرفو بلا ما نشوف وجهه غادا نعرفو. صافي اخر اخبار حتى نهار الخميس، حتى نهار الخميس وعارف انا خويا راه جاتني الخبار راه ميت، وكنصيفط لي قلت لي كاينه شي اخبار، قال لي لا راه باقي راه واقيلا وصلوا ان شاء الله. فاش قلت لي راه جاتني اخبار خويا مات، صافي من تما هو يبلوكيني. من بعد ما حاولتيش انك تبحثي على هذا الشخص شكون هو، المعلومات ديالو، من الناس كيفاش تعاملوا معاه، الاموال اللي عطوه يوضعوك في الصوره تقربي على هذا السمسار اللي دار هذا هو التجار في البشر؟ واد باغا نديرها. هادشي مازال ما عندك حتى معلومات عليه؟ باقا ما عندي حتى معلومه عليه، وباقا مازال باغا نمشي ندير بلان عند البوليس، وكنقول بالنمره ديال الواتساب غيقدوا يجبدوا، حيت فاش كتكون النمره كتكون ليدونتيتي معاها غيجبدوا في مكان. نتمنى نلقاوه. اختي شكرا لك. مشاهدينا الكرام، الله يسمح لنا من الوالدين. الام ازاي؟ الام ديال ايوب والدة، قولي لي اللي بغيتي. السلام عليكم. بعدا انا ام ابن ايوب، ولدي خرج نهار السبت غير قري الوالدة انا غادي نمشي نشرب قهيوة، هاد الشي ما على باليش، غادي نمشي نشرب قهيوة ونجي مع الصباح فاق من النعاس. خرج مشى طلاق مع شي دراري، قال لي اماما راني طلاقيت مع شي دراري غاد نحارقين. قلت له ولدي واش الشاعه طلاقيتي مع الدراري غادي تمشي؟ قال لي لا راه دراري نقيين ولا الدرب، راه حنا 8 الدراري راه غادن. قلت لي منين غادن؟ قال لي غادن من جديده. قلت لي متيقن من هذا الشيء ولدي؟ قال لي انا عيطت على الدراري وها كيسمعيها. فعلا هضرت مع الدراري انا، قال لي الوالده راه كاين راه غادي يدينا راه من جديده. قلت لي متيقن من روسكم؟ قال لي وا كنقولوا نتمنوا من الله تكون زعما خارجه مزيانه. صافي ما نقولش لك جات بحال تجلويجه بالزربه. باه دبر لي على الفلوس، قال لي ولدي بغي هكا بقى بخاطرك، حط لي دير ليهم 3 مليون و20 ألف ريال الواحد، حط لي ديك البركه داها يا ديك. بقى معايا ولدي على اتصال من الدا، من قلت لي فين كاين دابا؟ قال لي حنا في واحد الدار ما هي خربه ما هي دار ما هي والو، رحنا غير بالجوع كنسلتو غير واحد كنعطيو الفلوس باش يمشي يجيب لينا ما ناكلو، رحنا محبوسين ما تنخرجو ما تندرجو. صافي يا هذيك داز السبت الحد الاثنين، قال لي الوالده رحنا يمكن اليوم غادي يخرجنا، راه البارح كان غيخرج وحده وراه ما خرجاش، راه اليوم غادي تخرج الزودياك الثانيه. قلت ليه هذا؟ قال لي صافي راه جاب ليسانس جاب كل شيء، اوديو ديالو راه باقي عندي لدابا. قال لي الوالده راه جاب ليسانس، ما عرفنا واش غادي يدينا بيه ولا يحرقنا بيه بحال هكا. الاودي ديالو باقي عندي مسجل لدابا، فعلا نطق على اللي كاين، فعلا تحرقوا الدراري. الدراري ما نقولش لك كيفاش خرجوا. هي هذيك هذه خطه كان دايرها السيد،
انا تنقولها بالاعتراف ديال الدراري اللي باقي حيين، ما ولدي راني ما عرفتش فين كاين، ولدي باقي مفقود مع الناس اللي مفقودين. الاعتراف اللي اعترفوا الدراري قال لك اودي بقى يدور بينا من الجديده لكازا، بقى كيدور بينا 15 دوره. قال لك كيميل هذيك الزودياك، ملي كنقولوا ليه هذا 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 كيقول لنا سكتوا لي ماكم، لا ما سكتوش غندير هاد الجن ونثقبها شويه. قال لك بقى شافنا دخنا والزودياك عمرت بالمو ليسانس، قال لي ولدك هو اللي كان يهز ليسانس داك المو ليسانس ويخوي يهز بواحد السطيله، قال لك ويخوي في البحر. قال لك تا عيا، قال لك مني عيا، قال لك هو يتلاح في البحر مني حرقوا داك ليسانس في يديه وداك الشيء تلاح في البحر. جبدوه الدراري عتقوه هزوه حطوه تما، وغادي قال لك واحد المسافه شويه نقول لك 4 متر، وقال لي عاود نقز ولدي. لقيت النقز قال لي لوح لي القنبه، لوح القنبه. قال لي ما كايناش قنبه، جمع عليهم قنان وجمع عليهم كل شيء حيد باش جد اللي ما يعتقش الدراري. الاعتراف ديال الدراري انا كنقول والله اعلم، قال لك هو في اخر لحظه ولا كيهز دراري من الزودياك اللي مقلوبين تيهزهم ويلوحهم في البحر. يعني اشنا هي هذه؟ هذه خطه، هذه مديوره مدروسه، جايين معولين على داك الشيء. داو الدراري رزقهم وداو ليهم اعمارهم، وانا اليوم ما باغا والو، بغيت غير ولدي يبان، سوا ميت يبان، سوا حي يبان، ميت ندفنو نبرد. راني تشويت ما نقولش ليكم، راني تشويت. مشيت لامارين ما عطاوني وقت، ما كنمشي للسبيطار ما كيعطيوني وقت، كنمشي لامورك ديال الرحمه ما كيعطيوني وقت، صافي ما عرفت ما ندير. والله يجازيكم بخير لما وقفوا معايا، والله يكثر خيركم، الله يجازيكم بخير. راني ما غا والو، بغيت غير ولدي، سوا حي سوا ميت، هادشي اللي بغيت نعرف. وجزاكم الله خيرا، شكرا. عندك شي سؤال؟ سؤال. عندي سؤال واحد مهم، هو هاد الوليدات اللي حتى هما كانوا مشاركين، انا غادي ندوز معاهم باش الراي العام يستوعب معنا الموضوع اكثر، مجموعه من الاسئله تتعلق بهم هما غيجاوبوني. عندي سؤال واحد ليك انت كتسولي عليهم، شنو دار بيناتهم؟ شنو المعلومات اللي عندهم على ايوب؟ العدد كله قلنا 57، الكماله مازال ما تطلقاتش، شنو المعلومات اللي عندهم على ايوب هاد الولادات؟ هاد الولاد كيجبدوا ايوب غير بالخير، قال لك برك معنا، واخر لحظه قال لك هو اللي شدنا مني بغينا نخرجوا صلى بينا جماعة. قال لك دار الخير مانطا، قال لك عنده جايبها هو غطى بها الدراري الفيستا ديالو، عطاها لواحد الدري ما عندوش الفيستا. هذا هو النقاش اخر لحظة تيشكروا ولدي بزاف، انا بدون افتخار ماشي غنشكر لك ولدي. ملي تلاح الماء، ملي تلاح الماء قال لي تلاح المرة الأولى هزيناه، عاود قال لي برك واحد شوية، عاود تلاح ثاني ليا حرقوا ليسانس والماء تلاح ثاني ليا، لقيت اللي تلاح قال لي مابقاش باين. الزودياك خدامة، خدامة غادة الزودياك. ملي قلنا لي رجع هز الدري لوح القنبة قال لي ما كايناش القنبة، ما كايناش القنبة، صافي زاد وخلى الدراري مليوح. هما ثلاثة الدراري قال لك اللي تلاح. حنا الآن تنقولوا ما نقدروش نقولوا لك البركة في راسك، وما نقدروش نقولوا لك شي حاجة أخرى، تنقولوا مختفي ما عندكش دليل. الله يشوف من حالك وحال كاع هاد الوليدات يا ربي يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مجموعة من النقط في الموضوع اللي كتعلق بها الظاهرة ديال الهجرة الغير شرعية. مشاهدينا الكرام هذه أم تتحصر على الإبن ديالها، وكما قلتها في الأخير من الصعب أنك تعزيها في الإبن ديالها وهو ما عندهاش شي قرار أنه تلقى واش هو عايش ولا مقتول ولا مختفي أو أمور أخرى. مشاهدينا الكرام كيتبان الدين ديالي مجموعة من الأسئلة مهمة في الموضوع، ولكن ليست الأجوبة على هذه الأسئلة ما كيناش عند الأخت وما كيناش عند الأم ديال أيوب، كاينة عند شهود عيان اللي كانوا معاهم الموضوع. مشاهدينا الكرام تبعوا معايا.